مرحبا، معكم ماجد نصر الدين. بهذا الفيديو بدنا نتعلم كمان كيف نرسم نوع من الصدف. عندنا الكوب الشهير اللي بلشت فيه ارسم عيون البومه، اذا مذكرين اول فيديو نزلته. مهم هيدا الكوب، اي كوب عندكم طبعا بينفع، وكل ما كان الكوب كبير رح تطلع صدفتكم اكبر لانه بالنسبه للتناسب. اوكي، نعمل دائره، وطبعا انا مجددا رح شد ايدي لحتى حضرتكم تشوفوا. اوكي، هاي الدائره بيجي من هون تقريبا من ربعه، باخذ ما يشبه المثلث كانه عم لبسها طربوج للدائره تبعنا. هذا بلبنان نحن بنسميه طرطور. اوكي، كانوا يلبسوه من قديم الزمان، وبعدهم لهلا مرات لما يعملوا دبكه بيلبسوا نفس الشكل. هيدا الشكل اللي بدي بلش فيه. اوكي، هلا بيجي باخد الراس تبع الصدفه وبعمل نزل منها خط. شوفوا خطي كيف مايل، اوكي مش جالس. باخد الجزء الثاني كمان نفس الطريقه، هيدي تقريبا فتحة الصدفة، بجيب الخط لهون وبكفيها هي. بجي على الميل الثاني، اوكي نرجع نرسم هيدا الشكل، وهلا محي الدائرة الأساسية اللي هي كانت جايد لاين لإلي بلشنا فيها. يعني لما محي هودي الجايد لاين برجع بشوف شو اللي بده تظبيط برسمتي قبل ما بلش لون، بظبطه، بمحي كل الخطوط اللي ما معوزتها بقى اللي هن هودي عمليا المثلث. صار عندي شكل الصدف اللي انا عم بشتغل عليه، وطبعا ما بيمنع انه نظبطها. هاي راسها تقريبا هيك. اوكي، هودي الخطوط بنحركهم شوي هيك، ومجددا ورجاء لما انتم ترسموا ما تشدوا هالقد. اوكي، هلا نحن عم نرسم بالقهوه وماشي الحال، بس لما نبلش بالالوان المائيه ان شاء الله قريبا كثير ما رح ينفع يكون خطوطنا هالقد قاسيين. هلا لاحظوا برجع هيدي الفتحه اللي هي فوقها تبع اذا بدكم الصدفه بعمله خطين لاعطي انطباع انه هي يعني الها علو. اوكي، طبعا الخط الفوقاني بده يلحق التحتاني. هيدي بحاول ظبط الشكل تبعي شوي. اوكي، هلا تقريبا هيدا الشكل اللي انا عم بشتغل عليه. يعني بصير لانه كلنا اكيد شايفين صدف، شايفين صور، شايفين اوكي، يعني منحاول قد ما فينا نظبط الشكل مثل ما نحن علقان براسنا بالذاكره البصريه تبعنا. اوكي، تقريبا هيدا شكلنا. هلا تلوينها رح يكون هين نسبيا، يعني خصوصا اللي جربوا يلونوا معي اول صدفتين وحتى لنجمة البحر اللي عملناها، فرح يكونوا ما عندهم صعوبة. حتى اللي بعد ما لونوا لاول مرة رح يلونوا معي، الموضوع مش صعب، تابعوا معي ستيب باي ستيب. انا عم حاول اعمل لكم الفيديوهات على الوقت الطبيعي، يعني قد ما عم ياخذ معي المفروض ياخذ معكم او اكثر شوي. اذا انتم ما بتحبوا تستعجلوا خذوا وقتكم، ما يعني ابدا ما في عجله وما في لبكه. اوكي، بتمنى يكون الموضوع واضح ومهضوم وحلو، انا كثير حبيت. اوكي، هلا طبعا هذا الخط رجع بظبطه. اوكي، بنجيب الباليت الشهيره تبعنا،
ونبلش. هيدي ريشتنا اللي شوي كبيرة نفسها. نعمل الكالر ووش تبعنا بالمحلات اللي حيكونوا سبيين فاتحين. بترك شوية ابيض بالنص حتى عبر عن اللمعة. اوكي، لاحظتوا لانه انا عم شد على الرصاص في اشياء ما بتتمحى بسهولة، بصير شوي لبكة محيطة. لاحظوا الموضوع هلا التلوين انا حابة اعمله هيك كأنه سكتشينج يعني. اوكي، كتير راح يطلع مهضوم وحلو. بليز ضلوا بعتوا لي رسماتكم، ضلوا بعتوا لي اقتراحاتكم. كتير كتير بيعني لي نتواصل، واي شيء بليز اكتبوا لي بالكومنت شو بتريدوا شو بتحبوا. اللي عم يطلبوا الالوان المائيه من عيوني اكيد رح نبلش، بس خلونا بس نخلص سلسله الرسم بالقهوه، التلوين بالقهوه، لانه موضوع شيق. وفعلا فعلا بصراحه لما انا هالقد عم برسم معكم بالقهوه قدرت يعني كمان انه اخذ احساس احلى واحلى من الموضوع، وحابه انه انتم كمان تقدروا الفكره. وعن جد انه لاحظوا هلا هون لانه في غمق رح اعمل كانه طبيعه الحال هيدي، لاني انا بدي اعملها نافره رح تضلها فاتحه وتحتها رح يكون في غامق ليعطيني انطباع انه هي عامله ظل على تحت. اوكي، وبالنهايه هيدي فتحه مفروض يكون في لها غمقين، لما انا اطلع بقلب الصدفه بحسها اغمق من برا، لان دائما الاشياء اللي برا بيوصل لها ضوء اكثر من الاشياء اللي جوا. بحاول غمق قد ما فيني، قد ما الورقه بتاخد وبتسعفني ضلني احط غوامي لحتى تحس انه الورقه خلص تشبعت ولازم انطر لتنشف. اوكي، هلا حاطلع لفوق شوي، هودي الخطوط طبيعه الحال حيكونوا شوي اغمق لانه هي فعلا الصدفه بتكون يعني محفوره حفر كانها منحوته. سبحان الله، انا بدي اشكر كل اللي بعثوا لي صور الصدف لعندهم، وبدي اشكر كل اللي عم بيعلقوا لي على الفيديوهات، ممنونه عن جد. هيك عم حس انه في تواصل حلو بين بعض، وعم حس باهتمامكم، وشكرا لكل اللي عم يبعثوا لي كمان شغلهم، وعم بيبعثوا لي شغل اولادهم، وعم يستفسروا على اشياء. يعني هالموضوع ما بتتخيلوا قد ايه بيعني لي، وما بتتخيلوا قديش مبسوطه فيكم وتفاعلكم معي. وان شاء الله ان شاء الله بضل يعني قادره هيك بالتعاون معكم بالمؤازره تبعكم ضلني اقدر اعطي احسن واحسن. لاحظوا ده الموضوع بسيط، بس يعني صدفة تكونت عنا من شوية قهوة وشوية خطوط بسيطة. هلا رح اخذ لون وسط حتى ليشي المنطقة الغامقة، ولاحظوا كمان حركة ايدي مثل دايما بيكون التظليل تابع لشكل اللي عم لونه. اوكي، حتى دايما اعطي انطباع انه انا الشيء اللي عم لونه يعني دائري لولبي. هي شكلها حلزوني اذا بدكم، عم باخذ لون هلا اغمق شوي لشوف اذا يمشي الحال، ورقه ممكن تاخده ولا لا. اوكي، لانه بدي اغمق هودي الخطوط اللي المفروض هن يعني كل خط بيكون عاطي ظل على الخط اللي تحته. لاحظتوا؟ هلا لازم انطر شوي لتنشف، وانتم كمان لما تكونوا عم تلونوا ما تستعجلوا عشان ما تحسوا بالاحباط وما عم تزبط وما عم بقدر احط غوامي.
لازم تنطروا لينشف اللون هذا، يعني هذا حقيقة ما فينا إلا ما نحترمها، أوكي؟ لأنه لما ينشف اللون بصير بصير الورقة تاخد الأغمق بطريقة أحلى، أوكي؟ هلا أنا رح أوقف شوي، أنطر شوي. بس قبل ما أوقف بدي أعمل هاي الحركة. هلا هي لازم تكون أفتح شيء، بس مش معناتها إنه بيضة بيضة، لأنه هي بآخر شيء من لون الصدف، يو نو، بس هي منطقة أفتح من كل اللي عم لونه، فبلونها. بس هلا لما أغمق تحتها وفوقها بتعطيني انطباع إنه هي نافرة، أوكي؟ جيني بلشت تاخد والله. لا بفضل ينشف احسن ما ننزع الشغل، وما مستعجلين، بهمنا نعمل شيء حلو، صح؟ هيكو هاي الضربة اللي عم اضربها هلا. التفاصيل والله حلوة طلعت. هلا رح ارجع بعد شوي لحتى نكفي الديتيلز معكم. رجعنا لنكفي الصدفة سوا، ناخد لون غامق كتير، لانه انا هلا بدي اكد على الغوامق تبعولي من بعد ما نشفت الصدفة، بعد ما نشف نشفت القهوة لونها، اوكي؟ اول شي بأكد اكتر على هيدا الغمق حتى اكد على نفور هيدا الجزء اللي فوق، اوكي؟ لاحظوا كيف لما قديش حلو لما تحطوا لون وتحسوا الورقة ما عم تخزلكن، يعني عم تاخدوا يعني بكل الفرح، اوكي؟ نرجع لفوق شوي. هلا نعمل هودي الطعجات، اوكي؟ لاحظتوا من الجنب هيك ضربتي، ها شوفوا كيف عم بعطيها هيدي التكويرة تبع الصدفة، اوكي؟ حافظ على هذا الخط اللي افتح عشان اعطي انطباع انه فتحتها، يعني الفتحة تبع الصدفة وهذا النفور اللي فيها، اوكي؟ حتى ما تطلع دايما الغرض اللي نحن عم نلونه، نعطي انطباع انه هو مش مسطح، نعطي انطباع انه هو مكور. هلا عم غسل ريشتي وعم ليشي لوني اللي حطيته. لا حلو يضل قوي، بس مش حلو يضل مثل اللطشة بس على الورقة، يو نو، يعني لازم نحركه بشكل انه ياخد بعضه اللون، يعني يتجانس مع بعض، بنفس الوقت يكون لطيف مع بعضه، مش مزعج، اوكي؟ يعني مثل عم وحد اللون بشكل لطيف، وبنفس الوقت بدي حافظ على هاي الغوامق اللي حطيتها، ما بدي ارجع اخسرهم وارجع كمان انطر مرة تانية لحتى ارجع اعملهم. هلا مبدئيا هذا الشكل اللي نحن بدنا اياه. بعد رح اعمل خط واحد هيك حس انه رح يضيف. لاحظوا كل تفصيله بتزيد للشكل اللي عم نعمله. شو رأيكم؟ إن شاء الله تكونوا استمتعتوا، إن شاء الله تكونوا عم تتعلموا شيء جديد معي،
بتمنى دايما تدعموا القناة لحتى نضل متواصلين، لحتى هيك تشجعوني يعني أعطي أحسن وأحسن. أوكي، هيدي هيك بس شوي تفتيح. وهلا يعني انا يوم طلع لي كتير شاغب. شوفوا هالحركة ما ألطفها وما اجملها، يعني مشاغبتنا بالقهوة وبعدين رح نشاغب بالالوان. اللي بيشاغب يعني. اوكي، هيدا كان درسنا لليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا، وبتمنى تضلوا متواصلين معي ودايما تخبروني شو حابين تتعلموا. طبعا هيدا التاتش لابد منها، لانه انا بكون عم راقب الرسمة كيف طلعت، فبحس انه في تاتش لازم تنعمل فلازم اعملها. يعني مرات بكون عم بنهي برجع بنتبه انه في شيء لازم خلصه. لاحظتوا؟ حسيت يعني حسيت الميل اللي جاييها ضو اللي هي هون نفس اللون مثل ورا، فلا غلط يعني مش مفروض يكونوا هيك. فما علي برجع بشتغل عليها. يعني هلا على فكره معظم الاشياء يعني عم ترجع لما تنشف، ممكن اعمل تاتش، ممكن يعني ممكن اتركها مثل ما هي حسب. يعني اخر شيء كل انسان بشوف رسمته شو بعد ناقصها. اوكي، وهيدي كانت صدفتنا لليوم، بتمنى تكونوا استمتعتوا وتعلمتوا شي جديد. دايما بعتوا لي رسماتكم، بعتوا لي شو بتحبوا تتعلموا زيادة، وانا من عيوني. اوكي، يلا ضلوا بخير وضلوا ارسموا. باي.